هروح دلوقتي لحاجة الحقيقة يعني فنان كبير، فنان جميل، وفنان كل ما بنسمع أغنية مدد 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 شدي حيلك يا بلد لازم تفتكروا الكلام ده، كلنا يعني بنغنيها بإحساسه، الفنان الراحل العظيم محمد نوح. بتمر الحقيقة ذكرى يعني زي النهاردة سنة 2012، ومحمد نوح اسم كبير جدا في عالم الموسيقى والفن، كان عنده إسهامات كبيرة ومتنوعة وإحياء للتراث بحب تراث، يعني لما كان بيغني نوح تحس بيغني من قلبه، واقف على المسرح وبيقدم من قلبه التراث بحب، عايزه يوصل لكل الناس. تعالوا نشوف التقرير ونستمتع كده بحاجات كتير قوي للرائع محمد نوح، ونرجع نكمل كلامنا معاكم. محمد نوح الجهورية، فتتفجر ينابيع العزة والكرامة في القلوب، وتتفتح زهور الانتماء في بساتين الوطن. إنه الموسيقار الكبير محمد نوح الذي رحل عن عالمنا في 5 أغسطس عام 2012، ابن طنطا الذي تخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. عشق الموسيقى منذ صغره، فالتحق بمعهد الموسيقى ولم يتوقف عند ذلك، بل درس التأليف الموسيقي بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة، وبدأ حياته في المسرح الغنائي، وتألق في إعادة إحياء تراث فنان الشعب سيد درويش. خلي الدرع خلي الدرع يا خلي ياللي بحالي شايلك خلي وبن بلي انت الحياة انت قمر اللي ده انت يا مصاحب الأسفار ترجع هنا انت. كون نوح فرقة النهار مع أبنائه، والتي قدمت الأغاني المحفزة على الفوز من مدرجات استاد القاهرة خلال مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم، كما استقبل بالأغاني الوطنية الحماسية الرئيس السادات في الشوارع المحيطة بمطار القاهرة عقب عودته من زيارته التاريخية للقدس. لحن نوح لنجوم الغناء في حقبة الثمانينيات مثل علي الحجار ومحمد ثروت وعفاف راضي ومحمد الحلو، ونال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ولم يكتفي بإسهاماته في مجال الموسيقى، بل دخل عالم التمثيل مشاركاً في بطولة 9 أفلام أهمها المزيكا في خطر، الزوجة الثانية، واللعنة. بس لو عملت زي ما بتقول بقى تبقى فلاحة أصيلة. إيه؟ وهي بتقول إيه؟ بتقول الأرض اللي خدها أخويا غادر من الفلاحين لابد ترجع لأصحابها. ترجع لأصحابها بعد ما أيوه، ما هو الله يشفيه بقى كان واخدها بالعافية بوضع اليد. لا نون ولا تسجيل ولا يحزنون. اعتزل نوح الغناء والتلحين في منتصف التسعينيات، ولكن بصماته الموسيقية ظلت خالدة تطل من حين إلى آخر على المشهد الموسيقي، حتى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2012 تاركاً إرثاً موسيقياً وفنياً يستحق التقدير. أديني قلت إن أنا بهواك وما فيش في قلبي وروحي سواك، أديني قلت إن أنا بهواك وما فيش في قلبي وروحي سواك، يا أبو الستار على الشباك مرسوم عليها العصفور. بجد فنان محمد نوح فنان جميل، و كان عنده طاقة حلوة، يعني مدد مدد شدي حيلك يا بلد، تحس كده ان الأغنية لايقة علينا، لايقة على المصريين، حماس. وبنته الجميلة سحر نوح، يعني هو حالة لطيفة وجميلة وحاجة رائعة. وبحب جدا من وقت للتاني ان احنا نرجع على طول الوقت ونتذكر رموز قدموا للبلد حاجات حلوة.